الثالث عشر من رمضان، ثلاث مباريات في نفس التوقيت للثلاث أندية المنافسة على بطولة دوري روشن. بقي الفارق بين هذه الأندية بنفس الفارق السابق بين الاتحاد والنصر نقطة، وبين النصر والهلال سبع نقاط، مع تبقي للهلال مباراة مؤجلة. السلام عليكم، معكم عاصم رميح، وهنا مناقشة كل ما يتعلق في المستديرة في برنامج قبل لا نبدأ. الله يرضى عليك، ثواني بس من وقتك، انزل ادعمني باللايك والاشتراك وفعل الجرس، لأنها والله تهمني كثير، وهي السبب بعد مشيئة الله في استمراري في تقديم المحتوى، فلا تحرمني من دعمك. نبتدي بنادي الاتحاد المتصدر لبطولة دوري روشن، أفضل فريق كرة قدم، أفضل فريق يقدم كرة ممتعة للعين، أفضل فريق يقدم كرة قدم محترمة، أفضل فريق اليوم بدأ مباراته، اليوم سجل هدف مبكر، ريح فريق نادي الاتحاد شوي. اليوم الاتحاد كشوط أول شوط عظيم، كأنه الفريق جاء من بعد التوقف. لما أنت تجي من بعد التوقف بيكون رتمك بطيء، بيكون لعبك عادي جدا، فبداية قوية لنادي الاتحاد عطفا على التوقف. اليوم برونو هنريكي مباراة عظيمة، ومباراة لامتداد مستوياته وتوظيفه الجديد مع نونو سانتو. هذا اللاعب هو عنصر المفاجأة مع نونو سانتو. هذا اللاعب شفنا مباراته ضد النصر كم كورة كانت سانحة للتسجيل لهذا اللاعب. هذا اللاعب هو عنصر المفاجأة، هذا اللاعب اللي ممكن يفرق في موسم نادي الاتحاد، خاصة مع رجوع كورناردو لمركزه المفضل وهو رقم 10 أو خلف المهاجم وحرية التحرك له. اليوم نبين ونقول 60,000 مرة، هذا رومارينهو هذا أفضل أجنبي مر في تاريخ نادي الاتحاد كحسم كتأثير، كسواء بالصناعة سواء في التسجيل. لاعب هو الحاسم دائم في المباريات، بالصناعة بالتسجيل، اليوم صنع اليوم سجل. لاعب أصلا بشخصيته لاعب منضبط لاعب احترافي، فهذا اللاعب يستحق صراحة بطولة دوري مع نادي الاتحاد. المشكلة الكبرى هو هارون كامارا، هذا اللاعب خلاص يعني بعد مباراة اليوم هذا اللاعب ما يستطيع انه يلعب كأساسي في نادي الاتحاد. لاعب يعني تحس انه مؤهلاته وقدراته انه كلاعب احتياطي، هو ما يقدر يلعب كأساسي. لاعب دائما لما يلعب كاحتياطي او كبديل كورقة رابحة يقدم مستويات عظيمة وارقامه جيدة في التهديف في الحسم كبديل، لكن كأساسي خلاص. اليوم نونو سانتو المفروض ياخذها كقاعدة انه هذا اللاعب ما يبتدي كأساسي، يبتدي كبديل فقط، لان تأثيره كبديل فقط افضل من تأثيره كأساسي. الشوط الثاني قررت من نادي الاتحاد انه نسجل هدفين في الشوط الاول، ولكن مر اللاعب باحسين اللي هو الظهير الايسر اول مباراه له مع نادي الاتحاد، مر بتاثير من المباراه الاولى ونقص الخبره فحاله الطرد، ولم يتاثر نادي الاتحاد بعد هذا الطرد وسجل الهدف الثالث، ومباراه بمستوى جيد. ولكن الاهم انت لما تزحف وتمر في اخر رمق في بطوله الدوري اهم شيء الفوز بغض النظر عن المستوى، فمبروك لنادي الاتحاد ومبروك لجمهور نادي الاتحاد. المباراة الثانية مباراة الوصيف، نادي النصر وبيحافظ على نفس الفارق بينه وبين الاتحاد بنقطة واحدة. مباراة أسهل مباراة بين الثلاثي هي مباراة النصر مع العدالة، فالعدالة هو أسوأ من أسوأ فرق الدوري مع الخليج والباطن، وهو من المتذيلين والمنافسين على الهبوط، فهي مباراة سهلة على الورق. لما نتكلم عن المباراة هي أول 30 دقيقة، بعد 30 دقيقة شيء آخر. اليوم النصر بعد 30 دقيقة الأولى دخل جو المباراة، دخل جو المباراة بعد 30 دقيقة الأولى، ودخل متأخرا. المفروض انك تدخل بعد اول ربع ساعة 10 دقائق، ولكن دخلت متأخر. لما انت تدخل مع متأخر مع فريق زي العدالة انت حتنجو، لكن لما تدخل متأخر مع فريق اخر ممكن انه ترى يكسبك في النتيجة في اول الدقائق. المباراة سهلة. اليوم الحسنة الوحيدة لغارسيا، تكلمنا عن غارسيا كثير انه غارسيا لم يجد التوليفة، لم يجد الافكار، لم يطبق اي نهج وسيستم لفريق النصر. النصر يعتمد على الفرديات ويعتمد على الحسم المتأخر دائم بالمباريات، وكل مباريات النصر نعتبرها نهائي. فاليوم هي الحسنة الوحيدة لغارسيا، هي اللامركزية بين تاليسكا ورونالدو. اليوم في تناغم عظيم بين اللاعبين، مرة نشوف تاليسكا يسار، مرة نشوف رونالدو يمين، مرة في تبادل بينهم، مرة تاليسكا يمين ومرة رونالدو يسار، والأهداف شاهدة على ذلك. هو أكثر ميزة عمل معها غارسيا هي اللامركزية، قلنا لما أنت تقابل فريق متكتل أنت تحتاج لامركزية في الخط الأمامي، فاللامركزية هي اللي فكت شفرة نادي
العدالة. وبالأخير هي مباراة سهلة زي ما قلنا على الورق. مبروك الخماسية لنادي النصر، مبروك المتعة والطرب للجماهير، ولا زال قارسي لم يجد التوليفة لنادي النصر. مبروك للنصر وجماهيره. المباراة الأخيرة وأعقد مباراة، وهي مباراة الهلال والفيحة. أعقد خصم يواجه الهلال دائما في بطولة الدوري هو نادي الفيحة، أصعب خصم وأعقد خصم، وهو فخ دائما لنادي الهلال. وكيف لا، وهي المباراة في المجمع، دائما الهلال يعاني في هذا الملعب، دائما الهلال يعاني ضد الفيحة. اليوم كأفكار الهلال نفس لم يجد نفسه كحدة، لم يجد نفسه كاستحواذ على الكرة، لم يجد نفسه دقة التمريرات، لم يجد نفسه في كثير مما اعتدنا عليه أن نشوف الهلال فيه. لما تمسك المباراة اليوم، الفيحة قدم أفضل مستوى من الهلال، ولكن الهلال حسم المباراة بخبرة لاعبيه، بخبرته في المنافسة على بطولة الدوري. اليوم مدرب نادي الفيحة كان ذكي شوي. أنت عندك غياب سلمان وعندك غياب لجان، هي من أهم المفاتيح في البناء، وأهم المفاتيح بالخروج من الكرة من الخلف. فالاعتماد كله على كاريلو، فقرر انه في فترات من المباراة انه يقدم خطوط نادي الفيحة وانه يضغط شوي الهلال، وفي فترات انه يتراجع ويتكتل خلف. نعرف الفيحة يلعب بخمسة اربعة واحد، يعتمد على تسكين المساحات، اغلاق مسارات التمرير، يعني يستميت في الدفاع خاصة قدام الهلال. اليوم لا، شفنا في افكار من نادي الفيحة انه يضغط شوي، يهاجم الهلال، يضغط في فترات على محاور نادي الهلال. فالهلال قدر يعدي هذه النقطة تعامل بخبرات لاعبيه. بالأخير الهلال نجا من فخ عظيم. اليوم هي مباراة ميشيل. أنت لازم تعول على لاعب لما تلعب مع فريق زي الفيحة بيعقدك وبيكرهك في نفسك، تحتاج لاعب مهاري يفكك لك دفاع الخصم. فهي مباراة ميشيل، صناعته لهدفين، تمركز عظيم، نعرف يقالوا تمركزه العظيم دائما. هذا اللاعب يعرف وين يوقف، يعرف هذا المهاجم من أرعب المهاجمين اللي مروا بدورينا، يعرف وين يوقف يعرف مسار الكورة. لكن هو دائما متأخر من ناحية السرعة، خاصة مع عمره وخاصة مع لياقته البدنية المتراجعة. فتخيل لو يرجع هذا اللاعب لياقته ورتمه العالي، فكيف بيفرق مع الهلال؟ هذا هو حاسم وكذا، فما بالك لو يرجع. هذا بالنسبة للهلال والفيحة، فالهلال عدى هذا الفخ بنجاح. وفي الختام، وجهة زائد نظر يساوي كرة قدم. هذا كل ما لدي أنا عاصم، اعذروني عن أي تقصير، وشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، وسلام عليكم.